سيطر عنا نحن الاثنين. ابن هل نسيت شيئا؟ ها هذه قصة عنا جميعا. مرحبا. البحث عن ريمبو الجزء الأول. هيا يا رفاق لنبدأ. بلوم. ها إبن. ها دورك. ها لماذا أنا؟ هيا أسرع. لا أريد أن ألعب. ماذا تنتظر؟ ها ولم لا؟ هذه ليس ممتعا بدون ماي. أريد أن ألعب لعبة الطهو. ليس مجددا. الطهو؟ هل يمكنني المشي؟ أهلا إياك أن تهرب، أنت المختار. حسنا. كم علي أن أعود؟ حتى العشرة. هيا بسرعة. ممنون استراق النظر. واحد. هيا هيا أسرع أسرع. هيا لنختبئ. اثنان. ثلاثة. أربعة. اذهب وابحث عن مخبأ آخر، أنا آكل هنا. خمسة. هيا اذهب. ستة. ها سبعة. ثمانية. هنا. اذهب بعيدا يا فزي. هيا هيا. تسعة. أين أختبئ؟ عشرة. جاهزون أم لا؟ جاهزون. يمكنكم الاختباء لكن لا يمكنكم الهرب. متأكد من أنهما لن يجداني. ماذا يفعل؟ وجدتماني. مذهل مذهل. هذا حقا مذهل. هل أنت تلعب أيضا؟ هذا ما يحدث عندما نختبئ بين الشجيرات. لم أجد مكانا أفضل. ها لذيذ جدا. واحد اثنان. أحسن. توقفوا. تستحق ذلك. بقي ميل فقط لنجده. أين يمكن أن يكون؟ لن يجدوني هنا. ميل يمكنك الخروج. أين أنت؟ هذا صعب. هو ليس هنا. أين هو؟ فيزي اذهب وابحث هناك. ها؟ أين يمكن أن يكون؟ توت، عما تبحث يا توت؟ أنا أبحث عن ديكي. ديكك؟ أي واحد؟ ريمبو طبعاً. لم يعد إلى المنزل منذ أيام، بدأت أقلق. لا بأس يا توك، سوف نساعدك في إيجاده. نبحث عن ماذا؟ نحن لم نجد ميل حتى. نبحث عن ريمبو، مسكين توك.
مسكين جدا السوق. أنتما ابحثا عنه، أنا سأعود إلى البيت. أنا سأعود أيضا. يا مدلل انتظرني. ها؟ هاي ابن ابن، سأعود إلى المنزل. ها؟ حسنا اذهب. حسنا سأذهب. هيا بنا إبين، هيا بنا. أين هم؟ ما الذي يؤخرهم هكذا؟ طبعاً. توك، هل يمكننا أن نفحص القيم؟ بالتأكيد، افعلا ذلك، ابحثا في كل مكان. هل أخبرك رامبو إلى أين هو ذاهب؟ لست متأكدا، لا أعتقد ذلك. أنا أمزح يا توك. توك، هل لديك صورة لرامبو؟ أجل لدي، انتظرا. خذا هذه، لدي الكثير منها. هو يحب التجول في القرية، ولكنه يعود دائما قبل أن تظلم. لكن ذلك النهار ذهب ولم يعد إلى المنزل. بحثت عنه في كل مكان لكنني لا أجده. شكرا لك لتعاونك. في أي وقت. لا تقلق يا توك، اترك القضية لي. المحققاني أوبين وإيبين، دعنا نحقق في هذا اللغز. لكن نراك لاحقا نتوك. بيزي، أين كنت بين الساعة 10 و11 من هذا الصباح؟ كنت ألعب معكما، أنسيتما؟ هذا صحيح. ألم تدخل إلى قن توك دالانج؟ لا لم أفعل. إذن هذا ليس حذاؤك. هذا حذاء ثمين، فقط واحد؟ أجل. هذا ليس لي. لما لا تسألني المدلل؟ هو الذي يملك الأحذية الثمينة. احسن. ما المشكلة؟ هل تعلم بماذا أنت مذنب؟ لا، أنا لست مذنبا، ارحماني. أنت متهم بالسرقة. لا، أرجوكما لا تؤذياني. إذن لما فعلت ذلك؟ سامحاني، الحقيقة لذيذ جدا. يم يم يم. لم أستطع التحمل، أخذت بعض الرامبوتان. ماذا؟ الرامبوتان؟ نحن لا نتكلم عن الرامبوتان. إذن عن ماذا؟ نتحدث عن هذا الحذاء، انظر. هذا حذاء القديم، أين وجدتماه؟ لقد افتقدته كثيرا، أصبح صغيرا جدا الآن. بشأن تلك الرامبوتان، لا تخبرا أحدا. حسنا. لما هذه الأسئلة الكثيرة؟ رامبو مفقود منذ أيام وأنت مشتبه به. أنا لدي أمور أهم لأفعلها. لما لا تسألني ميل؟ هو يبيع الدجاج. أجل ماذا؟ أنا دائما. ميل، ماذا حدث لوجهك؟ أنتما لم تجداني، أتذكران؟ وتعرضت للسعات البعوض. انظر إلى هذه وهذه وهذه وهذه. من الجيد أنني رجل قوي. هيا يا ميل، كنا نلعب فقط. حسناً.
ماذا تريدان؟ أنت تبيع الدجاج. أنا أبيع كل شيء. أوه، إذا أنت تبيع رينبو أيضا. من قد يشتري رينبو حتى؟ ليس جميلا كما أن لحمه قاس. هل أنت متأكد؟ أنتما لا تعرفان سوى الأكل. هذا يكفي، سأذهب إلى البيت. أنتما تضيعان وقتي. ها؟ ها، هل وجدتما رينبو؟ ليس بعد يا توك. الحذاء الذي وجدناه لم يكن دليلا. حذاء؟ أوه، هذا يحصل طوال الوقت. ها؟ رينبو يحب أن يحضر معه أحذية، يجلب واحدة من كل زوج. انظرا. أوه، كل هذا العمل ذهب سدى. حسنا، لا بأس، ليس عليكما البحث عنه. أنا متأكد. لا بأس يا توك، سوف نجده ونعيده إليك توك. نعم. أوبين، انظر. أبين، ما هذا؟ حسنا، ما معنى هذا؟ هل أكلت رينبو؟ ظريف جدا. أبين، توقف عن اللعب. أبين، يبين، حان وقت الغداء. يوجد دجاج مقلي. دجاج؟ دجاج مقلي. روز، دجاج من طهوتي؟ طهوت الدجاج من أجلكما، وهذا ما أحصل عليه. كل. أنا لا أريد. روز، أخبريني الحقيقة. رينبو مفقود، توك مستاء، أرجوك تعاوني معنا. هذا هو رينبو. هل هو لذيذ؟ ها؟ حقا جدتي، هل هذا حقا رينبو؟ بالطبع لا، اشتريت هذا الدجاج من السوق صباحا. مسكين توك، لنذهب ونساعد. لكنني متعب. هيا. أوبين، تمهل. أوبين، انظر إلى هذا. ماذا؟ اصمت، انظر. ها؟ هذا ليس ريش رينبو. هل أنت متأكد؟ نعم، هذا الريش أنعم بكثير. نعم، ريش رينبو مختلف. أتساءل من أين أتى هذا الريش؟ هذا
3 قطع من حجر، يمكنكما البحث عنه حتى الفجر. إيجاد يقول إنه يعرف لنتبع. حسناً، هيا بنا. ها هناك. ها أمسكوا به، هيا هيا أسرعوا لنمسك به. إيثان أمسك به. إلى أين تظن أنك ذاهب؟ يا سنمسك بك. هو لقد هرب. إيجاد اذهب في ذلك الاتجاه. أمسك به إيجاد، لا تدعه يفلت. أين كنت يا ريمبو؟ كان بالقرب من القرية في منزل باك صمد. يوجد قن هناك. هذا صحيح. هذا بعيد جدا. لهذا السبب أنت لا تنام، لا تستحم، لا تأكل، وتذهب دائما. اسمعوا، هل رأى أحد منكم دراجتي؟ ماذا؟ أضعت دراجتك يا أحسان؟ أجل، لقد ركضتها أمام المتجر، وعندما خرجت منه لم أجدها. ليس مجدداً. طوكوين، جلالوبو، سبسكريب.